لو الدوزيام هو اللي كان تحت الكاسك دوك نعرفوه اسمه عبد الغاني. عبد الغاني توكو نقولها لكم باسكو نخليكم تشوفوا في الصورة. عبد الغاني مرحبا بكم. بون قدم لكم نورمالمون لاعب كبير تعرفوه دمو عبد الغاني راه معنا لهنا في ميغا كار نحيوه يعني بزيارة اللي زارنا وماذا بينا نعرفوا يعني كي كان يصب في الكار واش حس واش ما حس أول خطرة اللي دارها مازال لازم مع أبو جناح مع بغداد لازم الريكور كاك الريكور سيدي رفيق الفرنسي هذا ما الله يبارك عجبني بزاف من بلاصة إن شاء الله نجي بليزيار فو ونباطو هذاك الريكور يا خويا. مرحبا بك خويا عبد الغاني وصدقني شارف لينا ميغا كارت يعني اللي أنا والله صدقني باسكو احنا في ميغا كارت نعرفوا باسكو سيدي إن شاء الله أتلات أون ميم واحد كيكون أن أتلات نعرفوه ديجا باللي عنده ان ساكريفيس ويخدم وان شاء الله مرحبا بك في ميغا كارت ومازال تزيد زورنا اكثر واكثر ان شاء الله. مالا ابياتو نتمنى ان شاء الله ثاني مستقبل ظاهر سيدمو ما يشعر لكم في السفره والله ما على بال والله صديبو ما كاتير او الكاسك ميم لي مورانا راه صفر وانا لابس الاصفر ماشي بالعاني لا غالب والله صدقوني غير ما بالعاني بلا ابيات ان شاء الله دوتر فيديو ان شاء الله يكونوا معنا دوتر جوجور كيما دمو كيما بوجناح ان شاء الله نتمنوا لهم النجاح وان شاء الله ربي يرسلهم لي بليسيو سورتو بولا جوور سورتو لي بليسيو ان شاء الله. هيا صحيتو يعطيكم صحه ابيات ان شاء الله تبعونا صح.